طيب بسم الله. من المواضيع بقى اللي كنا اخدناها وشرحناها بالتفصيل، ان حضرتك لو عندك مثلا نتورك في مكان ما زي مثلا فرع اليكس، وادي الاجهزه بتاعتك فرع اليكس، وفتحت فرع لشركتك في اي مكان تاني اهو، وادي الاجهزه اللي هنا، ده مثلا فرع كايرو، وعايز تربط الفرعين ببعض. من ضمن الحاجات اللي كنا اتكلمنا عليها مثلا ليز لاين، تربط الفرعين ببعض ليز لاين، او احد واسهل الطرق وارخص الطرق اللي انت تعمل ايه، تربط الفرعين بالانترنت. يعني ده هيبقى عنده راوتر وفي كابل منه واصل هنا، والكابل الثاني واصل للانترنت، ونفس الكلام هنا، ده هيبقى عنده راوتر والطرف الثاني واصل بيها بالانترنت. وبعدين طبعا الطبيعي ان الراوتر ده يبقى شغال عليه نت، عشان الناس اللي هنا وهي طالعه نت كلها تتبدل مثلا ب 30.001، ده بيبقى الاي بي البابليك اللي انت واخده للاي اس بي. والاجهزه اللي هنا كلها عشان تطلع نت بتتبدل كلها عن طريق برضه النت مثلا ب 40.001. وطبعا في هنا شبكه، بتبقى شبكه ايه اللي موجوده هنا؟ شبكه برايفت، صح كده؟ يعني مثلا ممكن تلاقي ايبيات الاجهزه اللي هنا كام؟ 192.168 10 على 24، تلاقي مثلا ده 1.1 وده 1.2 وده 1.3 وهكذا. وبرضه الاجهزه اللي هنا بتبقى اجهزه برضه اي بي هاب برايفت، مثلا 192.168.20 على 24، فده مثلا بيقعد 2.1 2.2 وهكذا. طب انت بقى انت هدفك ايه؟ الناس اللي هنا تقدر تتكلم مع الناس اللي هنا، يا اما تربطهم ببعض ليز لاين، ودي حاجه مكلفه. وطبعا لو انت عندك كل فرع في دوله مختلفه يبقى صعب ان انت تاجر ليز لاين يربط لك الاثنين ببعض وكل واحد في دوله، يا اما بقى تعتمد على ايه؟ الاختراع اللي خدناه اللي هو اسمه بي بي ان، ها سايت تو سايت. فكرته ايه بقى؟ كنا بنيجي ما بين الفرع ده ما بين 30 واحد و40 واحد ونعمل ايه؟ حاجه بيسموها تنل، نفتح تنل. التنل دي هيبقى كانك بالظبط كانك ايه؟ كانك وصلت لينك من 30 واحد ل 40 واحد. احنا متفقين ان 30 واحد يقدر يوصل ل 40 واحد، مش اي مشكله، الاي اس بي عمره ما يمنعك من حاجه زي كده. لكن حضرتك لو جبت لينك من اي حد في شبكه واحد على اي حد في شبكه كام؟ شبكه اثنين، اللينك مش هيوصل. اي ترافيك بيوصل لاي اس بي السورس بتاعه برايفت اي بي، او الديستنيشن بتاعه برايفت اي بي، ديستنيشن برايفت، الراجل ده بيعمل له ايه؟ فاحنا هربنا من الحته دي ان احنا ايه؟ نعمل تنلنج، والبروتوكولات اللي خدناها عشان تعمل تنلنج وطبقناها عملي حاجه زي ايه؟ جي ار اي، صح كده؟ شفنا كمان نوع اسمه ام، فاكرينه؟ ام جي ار، دول خلاص خدناهم وطبقناهم عملي بالتفصيل. في بس مشكله خطيره، ان لا الجي ار اي ولا الام جي ار اي بيوفر سكيورتي. تقصد ايه بقى سكيورتي؟ والله الداتا اللي هتطلع من النقطه 30 واحد رايحه ل 40 واحد هتعدي في السكه على ديفايسز مش تبعك، اجهزه خاصه بالاي اس بي، هتعدي على اجهزه مختلفه عرضه ان هي تتسرق ويتعرف اللي فيها او يتعدل فيها وهكذا. فانت عايز حاجه توفر لك سكيورتي اثناء نقل الداتا من النقطه دي للنقطه دي. عايزين نعرف بقى ايه المخاطر المختلفه اللي ممكن تعرض ليها الداتا عشان تعمل النقطه دي للنقطه ديت، وازاي بقى نتغلب عليها ونامنها كويس. فده جزء بيتكلم على ايه؟ داتا سكيورتي، تامين الداتا وهي بتتنقل. والكلام ده ينطبق على ايه؟ على اي داتا تتنقل ما بين جهازين، يعني مش شرط يكون نقل الداتا ما بين جهازين معمول ما بينهم ايه؟ في بي ان. ممكن يعني مثلا لو انت عندك جهازين في نتورك عادي جدا وبيبعتوا داتا ما بينهم وبين بعض، وانت الداتا دي يعني فيري امبورتنت وخايف لا حد يسرقها او يعرف محتواها، هنشوف طرق مع بعض تامن بيها نقل الداتا من الجهاز ده. لدرجه ان ايه؟ ان انت هتوصل ان لو برمي على ده بنجاية تتشفر كمان وتتامن، بس لو حد سرقها ما يفهمش منها ايه حاجه. راوترين، حتى لو الراوترين دول يا عم واصلين ببعض دايركت كده، وانت عايز اي ترافيك طالع من هنا رايح هنا يبقى متامن او متشفر وهكذا، برضه تقدر. ده اكتر سيناريو
بنحتاج فيه نأمن الداتا. لو الداتا هتعدي على أجهزة ليها مش تبعي فعرضة للهاكينج وعرضة ان هي تتسرق. فعشان كده بنهتم قوي قوي بموضوع الداتا سكيورتي او الانفورميشن سكيورتي لما الداتا تتنقل ما بين جهازين كل واحد في مكان مختلف ومفتوح ما بينهم. يعني طيب اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب برضو من ضمن الحاجات اللي هنعرفها واحنا بنشرح القصه بتاعت السكيورتي دي حاجه اسمها اي بي سكيورتي او بيسموها اي بي سكيورتي. يعني طبعا موضوع معقد شويه وصعب وفيه تفاصيل فمحتاج ايه تركيز. اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي خليكم بس فاكرين في اختراع اسمه ايه تانلينج وعايزين نامن نقل الداتا في الايه في التانلينج. امسح طيب ايه بقى المخاطر اللي ممكن تتعرض ليها الداتا وهي بتتنقل ما بين نقطتين؟ ده كلام عام. الداتا بتتنقل ما بين نقطه ونقطه ثانيه. في حاجات من اللي هنقولها دلوقتي قلناها قبل كده بس مش هنعيدها بتفاصيلها، يعني هقولها باختصار. واحد من اللي يحصل ان دي تتسرق واللي هيسرقها دي هيعرف محتواها وبالتالي ممكن يستخدم المعلومات اللي فيها ضدي وهكذا. فعشان كده انت محتاج توفر حاجه بيسموها سي، نختصرها في سي سي او كون دي اختصار كون في دينشياليتي. الكونفيدنشياليتي يعني عايز اوفر خصوصيه في نقل الداتا بحيث ان هي حتى لو اتسرقت محدش يفهم منها اي حاجه. طبعا اكيد بايولوجيك هنستخدم ايه عشان اوفر كونفيدنشياليتي؟ ها ها استخدم ايه؟ انكريبشن. لا خلاص قبل ما تطلع الداتا من النقطه اللي عندك الله يكرمك اعمل لها ايه؟ انكريبشن شفرها. وطبعا التشفير ده بيبقى للاتفاق ما بين الطرفين تمام كده. فالاثنين دول المفترض هيتفقوا مع بعض على طريقه يشفروا بيها الداتا وعلى كي يتم استخدامه في تشفير الداتا وبالتالي محدش هيقدر يفهم الداتا دي او حاسس لها غير اللي هي الطرف الثاني. الانكريبشن ده في منه ايه؟ في منه انواع. في حاجه اسمها سيمتريك، فاكرين الحته دي لما شرحناها بالتفصيل؟ سيمتريك و سيمتريك. على فكره الاسيمتريك ده اختراع جديد ما كانش موجود، فاحنا هنكمل شرح على اعتبار ان الاسيمتريك ده مش ايه؟ مش موجود تمام كده؟ السيمتريك ده عباره عن ايه؟ الداتا بتاعتي اللي انا خايف عليها تتسرق او بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا عليها بلين تكست. الداتا بتاعتك بلين تكست اي حد هيقراها هيفهم اللي فيها. تخش على معادله رياضيه تلخبطها ومش عارف ايه وبيخش مع المعادله الرياضيه دي كي المفترض محدش يعرفه غير الطرف الثاني تمام كده؟ وطبعا الطرف الثاني كمان عارف ايه؟ عارف المعادله اللي احنا هنستخدمها في التشفير. يطلع من الناحيه الثانيه حاجه بيسموها ايه؟ سايفر. الطرف الثاني بقى بيجي له السايفر السايفر اهو عشان يقدر يوصل للبلين تكست لازم يكون معاه نفس الكي، هو نفس الكي. ولازم يكون عارف نفس المعادله اللي هتستخدم في فك التشفير، يطلع من هنا ايه؟ البلين تكست. هي بقى النوع ده بيسموه سيمتريك ليه؟ لان الكي اللي هتستخدمه في تشفير الداتا هو الكي اللي هيوصلك في فك ايه؟ في فك التشفير. وهنا هتقابلنا مشكله ان الطرفين دول لازم يتفقوا مع بعض على الطريقه اللي هيشفروا بيها الداتا. ايه بقى الطرق المختلفه؟ في عندك بقى انواع مختلفه بدون خوض في تفاصيل كل نوع. عندك حاجه مثلا اسمها ديس، دي عباره عن حاجه رياضيه كده معقده بتلخبط بقى وتقلب وتشقلب الداتا بحيث ان هي ايه تطلع مش موجوده لغايه باستخدام الكي. عندك حاجه اسمها تريبل ديس، عندك حاجه اسمها اي اي اس، عندك حاجه اسمها سيل. الدس ده ضعيف، الدس ده بيستخدم كي، كل نوع من دول بيستخدم كي. بيستخدم كي طوله قد ايه؟ 6.5، انا كاتب هنا هتلاقيها في المذكره. بيستخدم كي بيبقى حجمه 56 بيت. يعني 56 صفر وواحد، تمام كده؟ المفترض الكي ده محدش يعرفه غير مين؟ غير الطرف الثاني. المشكله بقى ان حجم الكي بتاع الدس ده ايه؟ صغير. لو واحد ممكن يعمل ايه؟ يجيب جميع احتمالاته.
يعني من اول 56 صفر لحد 56 ايه واحد لحد ما يوصل لملايين الاحتمالات بتاعه ايه بتاعه الدس ده ويقدر ان هو يفك ايه تشفير. فاي طريقه للتشفير بتستخدم كي حجمه صغير سهل ان حد يفك التشفير بتاعها عن طريق ان هو يجرب جميع احتمالات الكي المختلفه. بس بشرط لازم الطرف لازم الشخص اللي هيفك التشفير ده يعرف ايه، يعرف ان انت تشفر ده عن طريق ايه عن طريق الدس، ويبدا بقى يحاول جميع احتمالات الكي لحد ما يوصل النسخه الغير مشفره او البلين اي. عشان كده ينصح في الوضع ان انت تبعد عن الدس ده تماما. طب عندك هنا على كده التريبل ديس ده الكي بتاعه ثلاث مونزات فيري ليه ثلاث اضعاف، يعني اضرب 3 في 56 بت هيطلع كام بقى لو ضربت 3 هيطلع كام 168 بت 168 بت 6×3=18 تمام. فصعب جدا مهما واحد يقعد يحاول ان هو يوصل لجميع احتمالات الايه ال 168. انتوا عارفين التريبل ديس ده بيعمل ايه؟ بياخد الداتا، بس ده حاجه بقى ايه؟ هو بيستخدم كذا كي على فكره، مش كي واحد، بس هياخد الداتا يشفرها بجزء من الكي، وبعدين يفك تشفيرها بجزء ثاني من الكي. عارف انت لو عندك داتا وشفرتها تطلع حاجه مش مفهومه، وبعدين لو فكيت تشفيرها بكي مختلف عن الكي الاصلي تطلع حاجه مش مفهومه اكتر، وبعدين ياخد بقى اللي مش مفهومه اكتر دي يشفرها تاني. يبقى انا كده محتاج الكي يتضاعف كام مره؟ ثلاثة. يعني هو كي 56 و56 و56 ثلاث حتت كل حته مختلفه عن التانيه تمام؟ اعمل ايه؟ اشفر باول حته وافك التشفير بتاني حته واشفر تاني وتالت ايه؟ ثلاث حتت، كانك بتكدع الدنيا اكتر، عشان كده بنسميه ايه؟ تريبل ديس تمام كده؟ طب انا من الانواع القويه المحترمه بس عيبه ان هو بطيء، فيعني خليك الافضل في ايه؟ في الاي اس ده من اقوى على فكره انواع. حتى لما احنا درسنا الوايرلس لو تفتكروا كان النوع اللي بيصار ان هو الايه؟ الاي اس ده اللي بينصح بيه، يعني حتى الاي اس ده بيقول لك ان هم قعدوا عشرات السنين بيحاولوا ان هم يكسروا التشفير بتاعه مش عارفين مش لاقيين فيه صار. على فكره انت عشان تكسر تشفير اي بروتوكول قدامك حاجه من اتنين، يا تقعد تجرب جميع احتمالات الكي لحد ما توصل لل، يا اما يبقى البروتوكول نفسه او الالجوريزم اللي بيشفر فيه ثغره، في حاجه غلط في البرمجه بتاعته، خليني اوصل للنسخه غير مشفره حتى لو انا مش عارف الايه؟ مش عارف الكي تمام؟ فهم الاي اس مش لاقيين في الحل الوحيد عشان افك تشفير الاي اس ان انا يعني اكون عامل كي سهل مثلا او حاجه سهله حد يستنتجها وبالتالي يعني افك تشفير، لكن انت تلاقي ثغره فيه لا دي صعبه. الاي اس ده بيستخدم كي، يعني عندك ليه كي كذا حجم، يعني ممكن في نوع من الاي اس يستخدم 128 بت تمام، ولو انت عايز حاجه اقوى في كمان 192 بت بيتس، وفي اخر واحد ده كان 256 بيتس. 256 طبعا المشكلة ان انت كل ما بتزود حجم الكي كل ما تحتاج بروسيسنج اعلى وديلي اكتر والدنيا تبقى اقطع والناحية التانية ياخد وقت فك التشفير، فهي دايما دايما في كده علاقة ما بين الايه السكيورتي والبرفورمانس. عايز حاجة تشفر بقوة يعني استحمل بقى اللي هيجربك والبطء اللي هيحصل عندك وهكذا. السيل ده بقى السيل ده الكي بتاعه 160 بيت بس لا ينصح باستخدامه، رغم ان الكي بتاعه ايه؟ قوي جدا، لكن اكتشفوا فيه بعض الثغرات تخلي الشخص يعرف يفك تشفيره حتى لو ما كانش عارف الايه؟ الكي. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب يبقى لو حضرتك عايز تامن نفسك صح الله يكرمك يبقى استخدم ايه؟ الاي اس او يعني التريبل ديس. ساعات في الاجهزه اللي انت هتخليها تامن الداتا ما بين النقطتين ديت تلاقي مثلا الاي اس مش سبورتد عليه فحضرتك خليك في التريبل ديس وهكذا بقى، يعني خليك الاثنين دول هم يعني ايه الانواع القويه. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب النوع بقى الاسيمتريك، لا الاسيمتريك ده ايه؟ بنشفر بكي، يعني مثلا ده هيبقى كي 1 تمام كده؟ وفك التشفير هيبقى كي مختلف تماما، بنشفر بكي ونفك التشفير بيها بكي 1 خالص، عشان كده مسمينه ايه؟
أسمت. كنا اتكلمنا ده عليه قبل كده لو تفتكروا فاكرينه لما قلنا في حاجه اسمها بابليك كي وبرايفت كي، فاكر ولا كل ده غلط؟ تمام. طيب عيب السيمتريك ايه بقى حضرتك؟ الطرفين اللي هيأمنوا ده ما بينهم لازم يتفقوا. هو بقول لك ايه، احنا هنتكلم مع بعض وعايزين نشفر الداتا، هنشفر بديس ولا تريبل ديس ولا اي اس ولا ايه بالظبط؟ لازم يتفقوا مع بعض. وممكن اثناء الاتفاق ده الهاكر ايه يسرق طريقه الاتفاق ويعرف ان انت بتشفر بايه؟ بالديس. ادي اول مشكله، او بالتريبل ديس. تاني مشكله ان احنا لازم نتفق مع بعض احنا الاثنين عليها، على كي نشفر بيه الداتا، صح كده؟ ممكن اثناء الاتفاق على الكي ايه اللي يحصل في الكي؟ يتسرق. يبقى الهاكر بقى معاه ايه؟ معاه الطريقه اللي انت بتشفر بيها الداتا، ومعاه كمان الكي اللي انت هتشفر بيه ايه؟ اللي احنا كده ما عملناش حاجه. فخليك حاطط في دماغك الحته دي ان احنا عندنا ازمه في الكي. طب يا عم مش مهم، لو حد عرف ان انا بشفر اصلا. الطرق المستخدمه في التشفير حاليا طرق معروفه، واشهر طريقه مستخدمه للاي اس، يعني سهل ان حد ايه يستنتج ان انت بتشفر بالاي اس او بالتريبل اس. هي بس الازمه ان هو لو عرف الكي تبقى مشكله ايه؟ مشكله كبيره. ازاي بقى نتبادل الكي من غير ما الهاكر يعرف عشان نبقى في امان بعد كده؟ دي حته لسه هنشوفها. طيب لو انت بقى خايف الحته ديت، خايف وانت بتتبادل الكي الهاكر يعرف، الله يكرمك خليك بقى في الايه؟ في الطريقه الاسيمتريك. الاسيمتريك دي بقى ايه؟ بيبقى مثلا الجهاز ده عنده كي 1 وكي 2. لو شفر الداتا بكي 1 ما يفكش تشفيرها غيرها بكي 2، والعكس لو شفرها بكي 2 ما يفكش تشفيرها. معادله رياضيه مختلفه تمام، اسمها ايه بقى؟ ثلاث علماء يهود اخترعوها، اسمها ار اس اي الجوريزم. ده دخل له الداتا بكي 1 يشفرها لك، ادي الداتا اهي، عمرك ما تعرف فك تشفيرها الا بكي 2 والعكس. طب كده بقى بص اللي هيحصل لو الاثنين دول عايزين يتكلموا مع بعض، الار اس اي يوم جاي ده عامل ايه؟ يوم جاي ده بعت ده كي 1 يقول له خد الله يكرمك شفر بيه. طب ده هيشفر بيها ويبعت له، ده يوم جاي عامل ايه؟ يفك التشفير بيها. اذا كي 1 لو اتسرق وهو بيتنقل بين قشره ميته، اصل ده هيستخدمه في الايه؟ في التشفير. بس ده اختراع جديد ما كانش موجود الاول. وكمان في مشكله كمان ان الاسيمتريك ده فيري سلو، بطيء جدا، يعني بيوصل ابطا 100 مره من الطريقه اللي هي السيمتريك. ولو انت بتشفر بسوفت وير يبقى ابطا 1000 مره من الطريقه اللي هي السيمتريك. فانت بين نارين دلوقتي، سيبها السيمتريك عشان تبقى في امان، والكي وور بتاعك مش فارق معاك حتى لو اتسرق وتبقى الدنيا بطيئه، ولا اشتغل سيمتريك عشان الدنيا تبقى سريعه بس كده الكي عرضه يبيع للسيمتريك. اي سؤال لحد دلوقتي؟ دي كده نبذه مختصره عن الايه؟ التشفير. وعندنا مشكله دلوقتي ايه؟ ان ممكن واحنا بنتفق على الكي اللي هنشفر بيه الكي ده يتسلم. هنشوف ازاي هنتغلب على هذه الايه؟ هذه المشكله. بس احنا هنستخدم ايه واحنا لما نيجي نشرح الكلام ده ونشرح حاجه اسمها اي بي سيك؟ هنستخدم اللي هو الطريقه السيمتريك مش الطريقه اللي هي تقسم. اعتبر ان دي لسه ما اخترعوهاش. فطب وبعدين هنشتغل ازاي؟ هنشوف واحده واحده هنشتغل ازاي. اي سؤال لحد دلوقتي؟ المشكلة الثانية بقى اللي ممكن تتعرض ليها الداتا وهي بتتنقل، مش ان هي تتسرق، ان هي تتعدل. وارد الداتا وهي بتتنقل حد يسرقها، حتى يا عم لو هو مش فاهم اللي فيها يعدلها، او حتى لو هو فاهم اللي فيها يعدلها ويبعتها للطرف الثاني. يعني مثلا لو هنفترض ان ده فروع بنك مثلا وبيتحول رصيد لحساب شخص ما قيمته كام مثلا؟ 1000 جنيه. يقوم الهاكر ده سارق ومزود عليها مثلا 3 اصفار ولا صفر، بقوا كام؟ بقوا مليون جنيه. ايه بقى؟ عايزين حاجه تضمن لي ان الداتا زي ما طلعت من نقطه دي زي ما وصلت وما اتلعبش فيها، يعني وصلت هنا بنفس الصوره اللي طلعت بيها هي. انت كده محتاج توفر حاجه بيسموها اي انتجريتي. انتجريتي تمام كده؟ عشان بقى نوفر انتجريتي
اخترعوا حاجه غير التشفير. التشفير ايه؟ يديك كونفيدنشياليتي، ما يدكش انتجريتي. لكن اخترعوا حاجه اسمها ايه بقى حضرتك؟ وتعالى بقى نتكلم ونقعد شويه عند اختراع اسمه هاشنج. هاشنج، تفرق ما بين الهاشنج وما بين الانكريبشن. انا حتى بسمي ايه؟ الانكريبشن تشفير، الهاشنج تشويه، بيشوه الداتا. تمام؟ هنشوف ازاي هنستغل الهاشنج ده في ان احنا نعمل انتجري، بحيث ان ايه؟ لما الواحد يوصل للنقطه دي يقدر يتاكد يقينا ان هي زي ما طلعت زي ما وصلت، ما تلعبش فيها في الايه؟ في السجن. واحده واحده كده هنتكلم على الهاشنج. الهاشنج ده عباره عن ايه؟ معادله رياضيه، تمام كده؟ بدخل عليها الداتا ايا كانت الداتا دي، الداتا دي ممكن تبقى شويه كلام، ملف تكست، اي حاجه، اي حاجه هتخش هنا، ملف مضغوط، ايا كان. يطلع من الناحيه الثانيه حاجه بيسموها هاش فاليو. خلي بالك، والهاش فاليو دي بتبقى ثابته. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن تبقى الهاش فاليو دي عباره عن 128 بيتس، ما بتتغيرش بتغير الانبوت. يعني سواء الانبوت ده كان مثلا كلمه هالو او ويلكم او هاي او ايا كان، اي انبوت ان شاء الله، حتى يكون الانبوت ده عباره عن ملف حجمه 10 جيجا بيتباع، والملف ده دخل على معادله هاشنج، هيطلع الراتب برضه هي 128 بيت. يعني دايما الناتج بتاع هذه المعادله قيمه ثابته، بخلاف ايه؟ خلي بالك الانكريبشن. الانكريبشن بيعمل ايه؟ بيشفر ده حسب حجم الانبوت، هيختلف حجم الايه؟ مدخل له جيجا، ممكن تطلع جيجا او ازيد شويه، صح كده؟ لكن حجم الاوتبوت معتبر. لا، هنا ان شاء الله حتى تدخل 10 جيجا هيطلع لك برضه كام؟ قيمه ثابته، حسب بقى ايه؟ هل هي 128 بيت ولا اقل ولا اكتر؟ حسب المعادله اللي انت ايه استخدمتها. كمان الهاشنج ده بيقولوا عليه ايه؟ وان وي equation، يعني معادلة اتجاه واحد. بمعنى ايه؟ في الانكريبشن كنت بتدخل الداتا على معادلة رياضية يديك اوتبوت وبتستخدم معاها كي. يقدر واحد لو اخذ الاوتبوت ها يبقى في معادلة عكسية مع نفس الكي تديك ايه؟ ترجع لك ها. الكلام ده معناه ان الانكريبشن تو وي. ممكن من الاوتبوت تجيب الانبوت، ومن الانبوت تجيب اللي هي الاوتبوت. لا، انا من الهاشنج ده وان واي ايكويشن، يعني مستحيل لو انت معاك اوتبوت تقدر تدخله على معادله يجيب لك ايه؟ مفيش الكلام ده. ليه؟ لان الهاشنج بيعمل زي التشويه. تعال عشان يعني اوصل لك المعلومه. مثلا انا بعت لواحد اقول له ايه؟ هلو احمد، هاو ار يو. بص، لو انا هدخله على معادله هاشنج ممكن تلاقي مثلا، ده مثال بس عشان الموضوع توصل، يعني يقول لك ايه؟ انا هاخد اول واخر حرف من كل كلمه. فيقوم جاي عامل ايه بقى؟ يطلع لك كده ايه؟ اتش او اي دي اتش دبليو اي اي يو يو. تقدر انت من الاوتبوت ده انت تستنتج الانبوت؟ مستحيل. انت دلوقتي اتش او ديت ليها احتمالات كتير، صح كده؟ فعمرك، او مثلا لو انا بقى واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ثلاثة، ممكن تلاقي مثلا هاشنج بيعمل ايه؟ بيجمعهم ويقسمهم على عددهم، يعني مثلا ثلاثة وأربعة سبعة، وخمسة يبقى 12، وستة يبقى 18، وثلاثة يبقى 21. يوم جاي 21 على مثلا على خمسة هيطلع كام؟ بأربعة مثلا، أو يبقى ناتج المعادلة كام؟ تقدر أنت من أربعة تستنتج الإيه؟ الرقم. هي بقى الفكرة في إيه؟ إن بنسبة كبيرة إن شاء الله لو الإنبوت اختلف
يعني لو دخلت على الايكويشن اللي بتعمل هاشنج لو دخلت عليها انبوت مختلف بنسبه كبيره الاوتبوت كمان هايه؟ هيختلف. يعني لو انت دخلت رقم غير الرقم ده هل هيطلع نفس الاربعه؟ لا هيطلع حاجه غير الاربعه. هي الفكره في ايه؟ ان بنسبه كبيره لو الانبوت اختلف الاوتبوت هيختلف. كده انا هستفيد ايه؟ دلوقتي انا عايز ابعت داتا لواحد فانا هقول له خلي بالك الهاش بتاع الداتا اللي انا هبعتها لك ديت كام؟ اربعه. وهو هيعمل ايه؟ اما تنصب الداتا اللي هي كام؟ 3 4 5 6 3 يقوم يعمل ايه؟ يحسب هو الهاش بتاعها. لو لقى الهاش 4 يبقى الداتا زي ما طلعت زي ما هي وصلت. لو لقى الهاش حاجه ثانيه يبقى ان هي ايه؟ اتلعب فيها في السكه مش عارف ايه وهكذا. بس برضه الموضوع ده ممكن يتم التحايل عليه. يعني ممكن ايه؟ ممكن الشخص اللي يسرق الداتا ويغير بياناتها يوم جاي حاسب لها هاش جديد ولما يبعت لك يبعت لك ايه؟ الهاش المعدل. فانت هتفتكر ان ايه؟ ان هي الداتا ما اتغيرتش. معايا؟ هنشوف برضه ازاي نتغلب على حاجه زي كده. بس هي الفكره ايه؟ لو انت عارف الهاش بتاع داتا معينه وبعدين بعت لك بس انت عارف مسبقا ايه؟ الهاش بتاعها. زي ما قلت لك انا عايز اتاكد ان هي زي ما طلعت زي ما وصلت. خلاص هحسب الهاش بتاعها ادخلها على المعادله. لو طلع الهاش زي الهاش اللي عندي يبقى زي ما طلعت زي ما وصلت. لو الهاش مختلف يبقى كده في حاجه غلط. تمام كده؟ طب ايه المعادلات الرياضيه اللي ممكن تستخدم عشان اعمل بيها هاش؟ في حاجه مشهوره اسمها مسج دايجست. حتى بص بقى كلمه دايجست يعني هضم كانه بيشوه كده ويعمل. اصل بص اللي طلع ده ما يعتبرش حاجه مشفره. حاجه مشوهه مستحيل منها تجيب الايه؟ الانبوت اللي طلع. طيب الماسج طيب في منه فيرجن اخر فيرجن نزل منه فيرجن 5 اللي هو بقى بيقولوا عليه ايه؟ ام دي 5. دي عباره عن معادله رياضيه وقالها لك دلوقتي دخل عليها انبوت تديك اوت. مليون في المية لو الانبوت اختلف او ما تقدرش تقول مليون في المية لان في احتمال ان الانبوت يختلف ويطلع نفس الاوت. واقول لك امتى الكلام ده ايه؟ امتى الكلام ده هيحصل؟ طب عملوا بعد ال ام 5 حاجه اقوى منه اسمها شار. والشار ده في منه شار 1 وفي منه شار 2 والمفترض اخر حاجه قريتها في الجزئيه دي ان شاء الله في شار 3. مش عارف بقى هذا تم استخدامه ولا ايه. تمام كده؟ طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق حضرتك في الفاليو اللي بتطلع. مش احنا قلنا الفاليو بتبقى ثابته ده بيطلع فاليو ثابته ليها عدد بيتس معين. ده بيطلع فاليو ثابته بعدد بيتس مختلف. ده عدد بيتس مختلف ده عدد بيتس مختلف. وكل ما عدد البيتس اللي تطلع يكون اكتر كل ما ده يكون اقوى في عمليه الايه؟ الهاش. وهقول لك ليه. يعني الام دي 5 بيطلع قد ايه؟ مثلا تعال نشوف الام دي 5 كده. يا مسهل يا رب. على وراه الكوين هندسه معلش انا نسيت هي ال one way equation في الواقع عامل بتستعمل في ارسال داتا عشان اعمل هاش؟ لا يعني بستخدم الهاشنج ليه؟ لداتا ولا للسيمتيشن ولا كاتلين؟ الهاشنج ليه كذا استخدام. خليك معايا في الاستخدام اللي انا ايه؟ واحدة واحدة هقول لك كل استخدام. أيوة بتأكد انا شايف هنا الناتج بتأكد منه اذا كان الداتا صحيحة ان هي وصلت زي ما طلعت ولا اتغيرت في السكة. هوريك كذا استخدام ليه دلوقتي وهقول لك كل استخداماته ما تقلقش. عايزين نخش احنا على ايه؟ على الهاشنج. بص يعني مثلا الام دي 5 بيطلع قيمة ثابتة كام؟ 128 جيجا. يعني مهما الانبوت يختلف هو بيطلع 128 بت. طب الشار وده تحديدا شار 1 شار 1 160 بت. ده شار 1 تمام كده. شار 2 بقى يعني شار 2 في منه 256 و 384 و 500 وكام؟ 12 3
تمام كده؟ انت اللي بتحدد انت عايز تستخدم انهي نوع. شهر 3 اللي بقول لك ان شاء الله بقى نزل ومعرفش بقى استخدموه ولا ايه. ها؟ اي سؤال لحد حتى انا عامل هنا فولدر للهاشنج اهو. تعالى كده نبص عليه بصه. هو حتى بيقول لك ايه؟ دخل بلين تكست على الهاش فانكشن زي بقى الام دي 5 اهي يطلع لك كام ثابت؟ 128 بت. وكاتب لك هنا بقى ان مين اللي اخترع الروم لايفز ده اللي هو اللي هو اخترع ايه؟ والله نسيت اخترع برضو حاجه ثانيه مشهوره كده. طب ده الام دي 5 128 بت. الشاه بقى شاه 1 ده 160 بت. تمام كده؟ في بقى شاطو بص بقى 224 256 384 512 بت. والمفترض ان شاء الله بيقول لك نيو اور مور سكيور كريبتوغرافيك هاشنج الجوريزم كولد شاه 3 هاز بين ديفلوبد باي نست. نست دي منظمه مشهوره بتهتم بكل ما يتعلق بالسكيورتي والتشفير والكلام ده يعني متخصصه في علم يسموه الكريبتولوجي اللي هو علم الكريبتوغرافي تشفير والكريبت اناليسز اللي هو فك التشفير. لان في علم اسمه كريبتولوجي بيجمع ما بين الاثنين علم التشفير وفك التشفير اللي بيخترع اي حاجه تشفر بيها الداتا بيحاول ان هو يكسرها عشان يتاكد من ايه ان هي قويه كفايه يعني. ويبقى بص الام دي 5 هما الاثنين بيزد على ايه؟ على ام دي 4 اللي هي نسخه اقدم من الام دي ايه؟ الام دي 5. بس طبعا ده ايه؟ ده اقوى بس ده ابطا بقى. تمام؟ ده 160 ده ابص حتى بص ده مكتوب ايه؟ ده المور سكيور اهو ده الاخر. اي سؤال لحد دلوقتي؟ بص بقى يا سيدي في جمله اهي مكتوب فيها ايه؟ فلانك ايست اتاك ات دون يعني هجوم هنعمل هجوم كماشه في الفجر. تمام كده؟ لما دخلها على معادله الام دي 5 طبعا الرقم ده ثابت 128 بت حتى لو الام يعني عارف لو انا اكتفيت هنا بان انا اكتب فلانك ايست اتاك بس هيطلع برضو ايه؟ نفس الرقم مش نفس الرقم نفس العدد بس ارقام مختلفه. تمام كده؟ بص بقى في الشاور طلع قد ايه؟ طب بص في الشاور 256 ما شاء الله طلع قد ايه؟ تمام؟ طيب تعالى احنا وصلنا لانهي صوره؟ الصوره دي في ابلكيشن لذيذ كده اسمه هاش كالكوليتور. ده بتدخل له ايه؟ بتدخل له الكلمه اللي انت عايز تعمل لها هاش. على فكره ممكن تديله ملف تكست ممكن تبراوز على نسخ ملف ايزو نسخه ويندوز مثلا ممكن تبراوز على صوره ممكن تبراوز على اي حاجه برنامج مثلا ملف اكس اي عندك تبراوز وتختاره يطلع لك الهاش فاليو بتاعه ان شاء الله حتى يكون الملف ده 10 جيجا هيطلعها برضه اللي هي الهاش بقى اوريكم البرنامج ده هفتحه دلوقتي ونشوفه. بص بقى ما شاء الله الهاشنج ده فيه 500000 طريقه يعني احنا بنتكلم على 10 الطرق. ادي الام دي 5 ام دي 4 شاطو بانواعه المختلفه في بقى انواع ثانيه زي ما انت شايف بص ام دي 2 بس يعني هو المنتشر دلوقتي والاكثر استخداما تلاقيه الام دي 5 وليها والشاطو. طيب شوف الصوره اللي بعدها تعالى اديك مثال واستخدام من استخدامات الهاشنج. زي مثلا انت دخلت على موقع سيسكو اهو وبتحمل الملف ده ايه ده ملف للاي اس اي فايرول بتاع سيسكو. الملف ده مش ممكن وانت بتعمل له داونلود يوصلك ناقص يوصلك فيه حاجه بايظه يتغير في السكه يتبدل في السكه يحصل فيه حاجه فانت قلقان. هل النسخه اللي عندك دي نسخه مطابقه للنسخه اللي انت اللي بتخزنها على موقع ايه؟ سيسكو. فسيسكو بتريحك وبيعمل لك ايه؟ حطالك عندها ها الهاش فاليو اللي طلع لها لما هي حسبته للملف ده. فانت المفترض تعمل ايه بقى؟ بعد ما تداونلود الفايل ده تقوم جاي واخده ومدخله على برنامج زي اللي انا وريته لكم من شويه وتشوف الناتج بتاعه ايه. لو الناتج بتاعه هو الناتج اللي موجود على الويب سايت يبقى مليون في الميه الملف ده زي ما طلع زي ما وصل. لكن لو الهاش فاليو بتاعته مختلفه وتلاقي مواقع كتير بتعمل كده ده يفسر بقى تلاقي مواقع كتيره تحت اللينك بتاع الداونلود لاي برنامج حاطط لك ايه؟ الهاش فاليو بتاعته.
تعمل ايه انت بقى؟ تنزل البرنامج، عايز قلبك يرتاح وتطمن ان هو ما اتبدلش ولا اتغير ولا ناقص فيه حاجه، دخله على ايه؟ على البرنامج ده وتحسب الهاش فاليو وتشوفها مطابقه للهاش فاليو على الموقع ولا لا. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب ايه كمان هنا؟ تعالى بقى اوريك ايه؟ البرنامج اللي احنا شفناه من شويه ده، هاش كالكوليتر. في واحد لذيذ كده بيشتغل ام دي 5 بس. يعني بص انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هكريت ملف تكست او ملف وورد او اي حاجه، خلي بالك اي حاجه ان شاء الله حاطه يكون ملف 10 جيجا برضه يقدر يحسب لك الهاش، وفي النهايه هيطلع فاليو ثابته 128 بيت. هكتب فيه ايه؟ هلو اقوم جاي اعمل ايه بقى؟ اجي على البرنامج ده ابراوز على الديسك توب، لا ديسك توب ايه؟ على الفايل ده، بص واقول له ايه؟ كالكوليت. انا بقى يعني لما احب ابعت الفايل ده لحد هقول له خلي بالك خد الهاش فاليو بتاعته اهي لوحدها، اديها له لوحدها، او لو انا عندي ويب سايت احطها على الويب سايت، فالشخص اللي هيخش يداونلود الفايل ده هيبقى عارف ان الويب سايت الهاش فاليو ايه؟ الهاش فاليو بتاعته. الشخص ده هيعمل ايه؟ هنفترض ان هو بيداونلود الفايل وصله بايظ، طب انا بوظه ازاي؟ ازود فيه اي حاجه، صح كده؟ زودت فيه اي حاجه. الشخص ده يبقى معايا، هو معاه هاش فاليو، يبراوز الملف اللي هو عمل له داونلود، يقول له كالكوليت، هيطلع ايه؟ هيطلع هاش فاليو اهي، دي مليون في المية مختلفة. بص البرنامج ده فيه ميزة، ان انا بدل ما امقع عينيا وافتح الهاش فاليو اللي هنا واقعد اقارن، طب انا اخد ايه؟ اخد الهاش فاليو القديمة والهاش فاليو الجديدة واحطهم هنا كده، وهو يقول لي اذا كانوا يقول لك ام دي دونت ايه؟ دونت ماتش. يبقى كده الملف ده وصلني يا بايظ، يا اتلعب فيه، يا زاد فيه حاجة، يا اقل منه حاجة، وهكذا. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب تعالى اوريك البرنامج الثاني اللي هو اسمه ايه؟ هو راح فين؟ بسم الله. ايوه الثاني ده اللي هو كان فوقيه على طول، نسطبه كده سريعا. وايه المفتوح ورا ده؟ اها برضه بص انت هنا بقى يا اما ايه؟ فايل تبراوز فايل زي التاني بالظبط، ويجيب لك بقى ما شاء الله هي انواع بالهدر اهي، يا اما تقول له لا انا عايز اكتب كلمه، يعني تدي له الكلمه مباشره، تقول له ايه مثلا؟ هلو تقول له كالكوليت، يجيبها لك بقى بكل الايه؟ كالكوليت. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب هل بقى ممكن نرجع بقى على الكاميرا، هل بقى ممكن واحد يقدر لو معاه الهاش فاليو يجيب الانبوت؟ مش احنا قلنا ده رانيا وايه رايك بقى؟ ينفع، بس مش عن طريق معادله عكسيه. عن طريق ايه؟ انا دخلت كلمة هل، طلعت لي هاش فاليو مثلا ام او، تمام كده؟ انا معايا ام ام او، اقدر اجيب بهل اعمل ايه؟ انا مش عارف الام ام او ده الهاش بتاع انهي كلمة، اصحى اقدر اجرب ايه بقى؟ اقدر اجرب كل الايه؟ الاحتمالات، اجرب بقى ويلكم مش عارف ايه لحد ما الاقي قيمة معينة لما دخلتها في الايه طلعت لي اياها ام ان او. يبقى اذا الايه بوت كان ايه؟ انا وصلت ازاي؟ عن طريق ان انا جربت كل الاحتمالات. ساعات بقى يحصل ايه؟ ساعات يبقى في جهاز معين عنده كي، والمفترض لما يجي يتكلم مع ده يبعت له ايه؟ يبعت له الكي. لو بعت له الكي بلين تكست مش مشفر كده ولا اي حاجه، واتسرق في النص، خلاص هيبقى فاهم. فالراجل ده قبل ما يبعت الكي يعمل له ايه حضرتك؟ هاشنج. وبدل ما يبعت النسخه الصريحه من الكي يبعت النسخه الايه؟ المشفره.
او مش المشفره بقى المتهيشه. تمام. طيب لو حد بقى سرق النسخه اللي معمولها هاش دي هيقدر يجيب الكي ويعرفه؟ اه لا ممكن لو كان الكي بتاعك حاجه سهله. يعني انت لو عامل الكي بتاعك كلمه سيسكو اصلا يعني الهاش بتاع كلمه سيسكو معروف. فلو واحد وقع يعني ممكن في برامج بيبقى عندها داتا بيز مثلا 20 مليار هاش ل 20 مليار كلمه. تمام كده؟ فهو انت معاك هاش عايز تعرف اصله ايه؟ فهو يعمل ايه؟ يقوم يدخله على ال 20 مليار هاش ده ويبدا يقارنه بكل الهاش اللي موجوده لحد ما يطابق الهاش ده مع هاش ال 20 مليار يقول لك اه الهاش ده كان اصله ايه يعني كذا. لاحظ ان هو ما جابوش بمعادله عكسيه. هو بيحاول بيجرب جميع الايه؟ جميع الاحتمالات. تمام كده؟ اي سؤال لحد دلوقتي؟ عشان كده يفضل ايه بقى يا حضرتك؟ ان انت لو عايز برضه تبقى في امان لو انت هتبعت كي متهيش يبقى الكي نفسه حاجه معقده حاجه مش مفهومه عشان ما يبقاش حد عنده ايه؟ اصل بص لو الكي كلمه سيسكو طب ما كلمه سيسكو دي من الحاجات المشهوره او الكي مثلا 1 2 3 4 5 طب ما ده برضه من الحاجات المشهوره. لكن لو الكي حاجه معقده وحد وقع في ايده الهاش مش هيقدر يعرف الايه؟ القيمه الاصليه ايه؟ الاصليه بتاعته. اه بس خلي بالك بقى من حاجه مهمه ممكن يحصل حاجه بيسموها هاش كوليجن. ايه الهاش كوليجن ده؟ ركزوا بقى معايا في الحته دي. بصوا كده المفترض ايه؟ المفترض كل ما الانبوت يتغير ايه اللي يحصل في الاوتبوت؟ يتغير صح كده ولا ايه؟ ولو انا عندي هنا مليون فاليو هيعادلهم هنا مليون هنا فاليو. طب سؤال هو الاوت بوت اللي بيطلع حجمه قد ايه؟ حجمه قد ايه؟ في الـ ND5 128 بيت. سؤال يبقى كده جميع احتمالات الاوت بوت عباره عن ايه؟ جميع احتمالات الاوت بوت 2 ونص جنيه 128 صح كده؟ طب سؤال هل ده يعادل جميع احتمالات الانبوت؟ لان احتمالات الانبوت ايه؟ ما لا نهايه. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان وارد يكون في اثنين انبوت بيدوك نفس الايه؟ بس ده احتمال ضعيف قوي. تمام كده؟ معايا ولا ايه؟ او لو فرضا في الجوريزم او في هاشنج ميثود معينه كان في اثنين انبوت بيدوك نفس الاوتبوت ساعتها يبقى حصل حاجه بيسموها ايه؟ هاش كولجن. كل ما حجم الاوتبوت يزيد يعني تخيل معايا لو الاوتبوت كان فاليو 512 بيت تمام كده؟ يبقى احتمالات الاوتبوت 2 ونص جام 512 ده رقم رهيب ضخم جدا. هل هنا في احتمال؟ هو اه في احتمال بس اضعف ان يحصل ايه بقى؟ هاش كوليجن. فعشان كده يقول لك ايه بقى؟ كل ما الفاليو بتاعت الاوتبوت تزيد كل ما يبقى احتمال ان يحصل كوليجن ايه ها؟ اضعف. معايا كده؟ عشان كده يقول لك ايه بقى؟ خليك في الشاطر وخليك في الشاطر وخليك في الشاطر يعني حتى لو شاطر يبقى اللي هو 512 وهكذا. بس خد بالك ده هترتب عليه ايه؟ انت بتبعت داتا وبتبعت مع كل قطعه داتا الهاش ايه؟ الهاش بتاعها عشان اللي هيستلم يعرف الهاش بتاعها وصلته زي ما ولا ايه ولا بايظه. طب انت بقى لو مع كل قطعه داتا هتبعت حته هاش 512 هيبقى حجم الداتا الاجمالي هيقيها؟ هيزيد صح كده ولا ايه؟ فلو انت استخدمت حاجه الاوت بتاعها كبير عشان تتجنب الهاش كوليجن فده هيترتب عليه ان الداتا حجمها هيكبر وهكذا وده هيعمل لك مشاكل في البرفورمانس تاخد وقت اكتر في ارسال الداتا. فهي يعني ايه؟ سلاح ذو حدين. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب نفس الكلام في الكي. دلوقتي المفترض ده مش هيقدر يكلم ده الا اذا اداله الكي. فالراجل ده عشان الكي ما يتسرقش بعت له الهاش بتاعه. لو الهاش ده كان MD5 هتعرف ممكن الراجل ده يقدر يوصل لقيمه تديله نفس الهاش معايا كده؟ مع ان القيمه ممكن تكون حاجه مختلفه عن ايه؟ عن الكي. انا ليا لما ابعت له الهاش بتاع ايه؟ بتاع الكي. الراجل ده بيعمل ايه؟ ما بعت له هاش ويقول لك ايه؟ انا اخد الكي واعمل له هاش. ولو طلع الهاش اللي طلع لي بالكي بتاعي انا هو الهاش اللي اتبعت لي يبقى كده الدنيا تمام.
لو طلع الهاش بتاع الكي بتاعي غير الهاش بتاعت لي يبقى كده واضح ان الطرف الثاني عنده كي مختلف. وصلت؟ فلو حصل الهاش كوليجن ده ممكن كده واحد يبعت لي هاش نفس الهاش بتاع الكي اللي عندي يكون الكي حاجه مختلفه. طبعا في حاجه هنا بديهيه طبعا لو انت ركزت فيها هتعرفها ان ممكن واحد يعمل ايه؟ يقول لك ما يرجع الكي وهوبين له يشرب ميته. طب ما انا وانا بس اسرق ايه؟ اسرق الهاش. ولما اجي اتكلم مع الشخص ده ابعت له ايه؟ نفس الهاش اللي انا ايه؟ اللي انا سرقته. حد سال السؤال ده؟ طب بص معايا؟ ايه؟ كده ما استفدتش حاجه، واضح ان في حاجه كمان بتحصل عشان تتغلب على المشكله ديت. معايا؟ يعني لو كنت عارفين كل واحد عنده كي انا مش هبعت لك الكي عشان لو اتسرق يبقى كده في واحد ممكن يتعامل معايا ويضحك عليا ويعني هفتكر ان هو نفس الشخص اللي عنده كي. طب ما الشخص لو سرق الهاش وبعته طب ما انا برضه هفتكر ان هو ايه؟ هو نفس الشخص التراست اللي انا المفترض هو الوحيد اللي يعرف الكي. فواضح ان في حلقه ناقصه كده. يعني هنوصل الحلقه الناقصه ديت فين بالظبط؟ اي سؤال لحد دلوقتي؟ معايا؟ طيب تعالوا كده نشوف لو في حاجه ناقصه هنا نقولها. كده شفنا الهاشنج ده. صاحيين ولا نايمين بقى؟ طيب اصحوا. طيب يلا بينا. بصوا بقى احنا المفترض نعتمد على ايه عشان نوفر. انا كده عرفتك يعني ايه هاشنج وايه بعض استخداماته، بس برضه في شويه ثغرات فيه هنتغلب عليها دلوقتي. احنا عايزين نوفر ايه؟ انتجريتي. ايه اللي يضمن لنا زي ما طلعت زي ما وصلت ما ضيرتش في السكه؟ لا خلاص، طب ما احنا هنعمل ايه؟ انا مثلا هبعت لواحد هلو، اهي هلو خلاص، انا هبعت له هلو، خد يا عم الهلو اهي، وكمان هدخل هلو عندي على الام دي 5 ام دي 5 وهيطلع ناتج اكس مثلا، فاقول له بقول لك ايه؟ خد هلو اهي وخد اكس. الطرف الثاني يعمل ايه؟ ان هو ياخد هلو. ايه اللي يضمن ان هي زي ما طلعت زي ما وصلت؟ يقول لك ثواني كده، اما ادخلها على الام دي 5 لو طلع له ايه؟ اكس. يبقى ده وصل سليم. لو طلع له حاجه غير اكس يبقى كده واضح ان هي باظت في السكه ولا حد عدلها ولا حد غيرها. طب الكلام ده في ثغره ولا ما فيهوش؟ ها؟ في ثغره. في ثغره. ايه الثغره بقى؟ هو لو عارف ليش لا الحته دي احنا قلناها في الكي. لا دي في الكي مش في الداتا. لو انا ببعت كي متهيج، لكن انا ببعت داتا. يعني الواحد في الحته دي الهاكر ما يقدرش يلعب في الداتا. يعني انا مثلا بقول له ابعت لي 100,000 جنيه ما يقدرش يخليها مليون جنيه؟ ازاي بقى؟ لو عارف ايه؟ الكي. كي ايه؟ هو فين الكي يا عم؟ مفيش كي. هو فين الكي؟ لو انا بنشفر لا هياخد الداتا. هياخد الداتا يغيرها ويجيب لها الام دي 5 ويحط معاها ويحط هاش جديد. ويحط هاش جديد بالظبط كده. يعني بص انا قبل ما ابعت لها هيشتهي لي وبعت لك الهاش والداتا. انت لو معاك الهاش وده حد لعب فيها هتعرف. تمام كده؟ لا لا بص الهاكر هيعمل ايه؟ هيقوم جاي لها الفياء يخليها هالو وان، ويقوم جاي هو حاسب لها هاش جديد ويبعت لك الداتا المعدله بالهاش الجديد بتاعها. هو كده اشتغل. اللي طبعا هيوصل لك ان الهاش كام؟ واي. والداتا هالو وان. هتشيك عليها اذا تصدق فعلا هالو وان والهاش هو هو. يبقى هو كده ضحك عليك. وصلت ولا ما وصلتش؟ فعشان كده قال لك لا واضح كده ان الهاشنج لوحده مش هيوفر لي داتا انتجريتي. فاخترعوا حاجه اسمها ايه بقى؟ كيد هاشنج، او يسموه بقى ايه؟ يعني مثلا الام دي 5 عملوا منه الاتش ماك ام دي 5. الشار عملوا اتش ماك شار. ايه بقى الاتش ماك؟ خدوا بالكم
هو الداتا لما كانت بتتشفر كانت بتتشفر بايه؟ لازم يخش في المعادله ايه؟ كي يخش مع والطرف الثاني عشان يفك التشفير هيعملوا نفس الفكره مع الهاشنج. ان وانا بدخل داتا عشان تتهيش هدخل معاها ايه كمان؟ هدخل معاها كي. وهنشوف ده هيفيدنا في ايه دلوقتي. تمام كده؟ فده بيسموه ايه؟ ها؟ صار في حاجه؟ طب ده هو ازاي بيعرف الطرف الثاني ان هو ام دي 5؟ ما احنا بص في الكونفيدنشياليتي لازم نتفق مع بعض. واحنا هنشفر بايه؟ بالاي اس زي الفل. يبقى حصل اتفاق ما بيننا على الطريقه اللي هنشفر بيها. طب الكي ايه يا معلم؟ اهو كي كذا. بس طبعا احنا اتفقنا ان ممكن لو واحد بيتصنف في البدايه يعرف طريقه التشفير يعرف ايه؟ ويعرف الكي، صح كده؟ طب ونفس الكلام لازم نتفق على الطريقه اللي هنعمل بيها انتجري. هنتجريتي بايه؟ بالام دي 5. طب وهنشوف بقى ايه؟ ان احنا هنتفق على كي للايه كمان؟ للهاشنج. غير الكي بتاع الايه؟ بتاع التشفير. التشفير ليه كي والهاشنج ليه كي، بس وارد برضه الهاشنج الكي بتاعه يتسرق وهو ايه؟ وهو احنا نتفق عليه. تمام كده؟ فما تقلقوش، واحده واحده هنقعد نسد الثغرات لحد ما الدنيا تقفل خالص كده، خلاص مش هيبقى فيه اي ثغرات. ايه بقى الكي دي؟ تعالى اوريك كده. بص بص في نوع من الهاشنج اسمه ايه بقى؟ بص اسمه اتش ماك ام دي 5. اتش ماك دي اختصار ايه؟ هاش مسج اوثنتيكيشن كود. والشا في منه اتش ماك شا. ايه الفرق ما بينهم؟ ان هو بس بيحتاج كي يدخله في المعادله مع الداتا. وهنفهم دلوقتي لازمته ايه. حتى انتوا بصوا لو فتحنا البرنامج بتاع الكالكوليتور ده، بص بيقول لي هو انت ايه الكلام؟ هاش عادي ام دي 5 العادي او الشار عادي ولا الاتش ماك بتاعه؟ يعني هقله هي ها ههيشها، بس هدخل معاها ايه؟ كي. يعني مثلا الكي كلمه، مثلا كلمه باسورد. اسمع هذا الشغل، حتى ساعات بيسموه سولتد هاش. سولتد هاش مش عارف سولتد يعني ملح. في حاجه يعني مزاله معاه او حاجه كده. لا هي هو هنا مش عارف يوصل بسولتد. طلعها لكم. استنى كده، استنى السكيورتي بقى تتنسى بسرعه عشان مش بسرعه. شفت هندسه المناهج اللي عندنا؟ سي سي ان ايه سكيورتي هيتلغى؟ هو هيتلغى ولا هيتضم كله في الراوتنج والسويتشنج؟ طب بصوا بقى لما دخل الكي كي كالكوليت. بص بقى تعالى مثلا نمسك الام دي 5 اخره ايه؟ اخره ايه؟ طب لو انا لغيت كده وقلت له كالكوليت، بص اخره ايه؟ ها كده بقى كده الطرف الثاني لازم يكون عارف ايه؟ الكي. يعني عشان يتاكد فعلا من صحه الداتا لازم يكون عارف الكي. تمام كده؟ طب بصوا بقى مع واحده واحده بقى زيت. بص بقى ما انت لا انت هنا هتزهق كتير يعني، لان كل ما نقول حاجه هتكتشف ان فيها ايه؟ ان فيها ثغره ونقعد بقى نحلها. بص ايه اللي هيحصل حضرتك؟ في بدايه الاتصال ما بين الجهازين هيتفقوا على طريقه التشفير اللي احنا متفقين مع بعض ان هي ممكن ايه اللي يحصل فيها؟ بتتسرق. يعني طريقه التشفير نفسها اي اس، وهيتفقوا على كي للتشفير اللي هو برضه وارد ان هو يتسرق. طب احنا هنفترض مؤقتا ان الكي ده محدش هيقدر يسرقه، هنعمل حاجه تخلي الكي محدش يقدر يسرقه ولا طريقه التشفير حد يقدر يسرقه. يبقى كده احنا متفقين ان الداتا فعلا هتبقى سكيور ومحدش هيفهم منها حاجه لو اتبعت، لانه لا عارف طريقه التشفير، او حتى يا عم لو عارف طريقه التشفير مش عارف الكي. وهيتفقوا مع بعضهم هيشتغلوا باتش ماك ام دي 5 ولا مثلا اتش ماك شار. هنفترض ان هم هيشتغلوا اتش ماك شار، وهيتفقوا كمان على ايه؟ على كي. يبقى ده فور انكريبشن وده فور ها هاشنج. برضه احنا متفقين انه وارد اثناء الاتفاق ده طريقه الهاشنج يتسرق والكي بتاع الهاشنج كمان ايه؟ يتسرق. صح كده؟
اصحوا بقى. ف لو فرضا دول ما اتسرقوش كده ايه الوضع بقى؟ لو ما اتسرقوش طب بص بقى، لو ما اتسرقوش الراجل ده عايز يبعت للطرف الثاني هلو، هيقول له ثانية واحدة خد هلو دي واصبر عليا كده جاي مدخل هلو على ايه؟ احنا اتفقنا على الشار، الشار ومعاه ايه بقى الشار؟ الكي اللي المفترض محدش يعرفه غير مين؟ غير الطرف التاني. احنا متفقين بقى ان هو ما اتسرقش صح كده؟ فيطلع الاوتبوت اكس. الهاكر بقى لو سرق هلو وسرق اكس عايز يلعب في هلو، هيقوم جاي ايه؟ مثلا حاطط هلو 1 مش عايز يحسب لها ايه بقى؟ الهاش الجديد عشان يبعتها للهاش الجديد. ها ناقصه ايه بقى عشان يحسب الهاش الجديد؟ ها كي، ناقصه كي عشان يعرف يحسب الهاش الجديد. المفترض ان الهاكر ما يعرفش الكي اللي احنا متفقين ان هو برضه ممكن يتسرق ايه؟ يتسرق اثناء الايه؟ النقل. اي سؤال لحد دلوقتي؟ اذا لتامين الداتا ما بين طرفين لابد ان هم يتبقوا على طريق تشفير الداتا والكي اللي هيتم استخدامه تشفيرها، وعشان نضمن انتجريتي لازم يتفقوا على الهاشنج الجوريزم انهي نوع، اتش ماك ان دي 5 ولا اتش ماك مش عارف ايه، والكي اللي هيستخدموها، وكل الاربع حاجات دول وارد يتسرقوا اثناء الاتفاق. بس ما تقلقش هنختار حاجه كده ليها تامنهم بحيث ان ايه ان هم ما يتسرقوش. اي سؤال لحد دلوقتي؟ احنا كده الحمد لله لو ان شاء الله عملنا ده هتبقى هنبقى وفرنا ايه؟ confidentiality وintegrity. هنا مثلا خلينا نختار ال H Mac MD5 او H Mac مثلا شار، وهنا كي فور هاشنج، هنا كي فور انكريبشن. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب خدوا بالكم برضو في ميزه في موضوع الكي هاش ده، ان هو هيضمن لي ان الداتا جايه من شخص تراستد. ما هو بص لو احنا اتفقنا مع بعض في بدايه الاتصال على كي للتشفير وكي للايه؟ للهاش، تمام كده؟ مين اللي يعرف الكي؟ الطرف الثاني، محدش يعرفه غيري صح كده؟ اذا مع كل رساله هتتبعت لو الطرف الثاني قدر فعلا يحسب الهاش بتاعها والهاش طلع صح وفك تشفيرها وتمام، يبقى مليون في الميه الداتا جايه من مين؟ من الشخص اللي انا اتفقت معاه في البدايه على ايه؟ على طريقه التشفير وطريقه الايه؟ الهاش. يعني لو انا اتفقت مع مصطفى ان احنا هنشفر بكذا والكي بتاعنا كذا وهنهيش بكذا والكي بتاعنا كذا، وبعدين مصطفى قاعد يبعت لي في رسائل رسائل وفي كل رسائل يبعتها فعلا بفك تشفيرها وفعلا لما بحسب الهاش بتاعها بيطلع الهاش ايه؟ صح. ده معناها ان مصطفى فعلا هو اللي اتفقت معاه. طب افرض حد دخل في النص وبعت لي حاجه سواء بقى مشفره غلط او مثلا اتلعب فيها رايحه، هعرف ولا مش هعرف؟ اذا طول ما الاتصال ما بيني وبين مصطفى مفتوح وعمال يجي الداتا بقول ان هي طالعه من مين؟ طالعه من الشخص اللي انا ايه؟ اللي انا بدات فيه، اللي انا بدأ... لا مش شرط اللي موصوف، اللي انا بدات مع الاتصال. هي الفكره بقى ايه؟ لو انت بدات الاتصال بتاعك مع شخص ايه؟ غلط. هي دي بقى الحته، واخدين بالكم؟ يعني ممكن يكون بدايه الاتصال مع طرف غلط، وهي دي بقى الحاجه الثالثه اللي احنا عايزين نوفرها. اللي هي بالظبط حرف الاي. هنوصل دلوقتي سي اي اي. مش السي اي اي بتاعت ال ايوه لا سي اي اي. ايه دي اختصار ايه بقى حضرتك؟ اوف سي اي جي. ايجنسي. ايه اللي يضمن لي؟ ايه اللي يضمن لي؟ ان الشخص اللي انا بدات معاه الاتصال فتح له واتفقنا مع بعض على طريق تشفير طريق الهاك هو فعلا الشخص التراستد. اصل انت المفترض ايه؟ مثلا ده جهاز في اليكس الاي بي بتاعه 30001 وده جهاز في كاليو الاي بي بتاعه مثلا 40001. انت جاي لك داتا من 30001، ايه اللي يضمن لك ان 30001 الحقيقي؟ مش حد مزيف. يعني مثلا اقول لك الله يبعت لي 100,000 جنيه، تمام كده؟ ايه اللي يضمن لك ان 30001 الحقيقي هو اللي بعتها لك؟
مش حد، اصل المنطقه اللي في النص مش تبعك صح كده؟ الجزء اللي في النص ده خلاص مهندس بيه، لان مالك ان مفيش حد عمل انجكت الداتا وجات لك وانت شايفها من السورس على انت حكام 30 واحد اللي يضمنك 30 واحد الحقيقي. زي ما كده في حاجه برضه هنعرفها قدام، ايه اللي يضمنك ان موقع الفيس اللي انت فاتحه ده هو موقع الفيس الحقيقي؟ هنعرفها برضه دي قدام، موقع ياهو اللي انت فاتحه هو موقع ياهو الحقيقي. انت ممكن تفتح موقع يبقى شبه موقع الفيس بالظبط، مش احنا عملناها مره قبل كده ديت، يبقى شبه ياهو بالظبط، او موقع بنك هو شبه موقع البنك بالظبط. ايه اللي يضمن ان فعليا هو ده موقع البنك الحقيقي او موقع الفيس الحقيقي؟ يبقى انت محتاج توفر حاجه بقى اسمها ايه؟ اوثنتيكيشن. تمام كده؟ ازاي تستوثق من هويه الشخص اللي انت بتتكلم معاه؟ اي سؤال لحد دلوقتي؟ عشان تعمل اوثنتيكيشن في كذا طريقه. احد اشهر الطرق ان يبقى في حاجه اسمها بري شيرد كي، وده خلي بالك ده كي ملوش دعوه الكي اللي هيستخدم لايه؟ لتشفير الداتا، ولا الكي اللي هيستخدم لايه؟ ها؟ لتهييش الداتا. وصلت ولا ايه؟ معايا؟ ايه بقى البري شيرد كي؟ ده كي ده بيتحط مانيوال حضرتك، مانيوال يعني حضرتك وانت بتكونفيجر الجهاز ده وبتظبطه تحط انت كي. وده يعني احنا لما نيجي ان شاء الله نعمل كونفيجريشن عشان نعمل الاتصال ما بين الجهازين دول، واحنا بنعمل كونفيجريشن هنحط هنا كي بايدينا، ولازم يبقى نفس الكي ماتش على الطرف الثاني، والا الاتصال ما بينهم ايه؟ يفشل. تمام كده؟ الكي ده مثلا كلمه باسورد، باسورد انا بقى سيسكو نقح عليا شويه يعني مايكروسوفت ولا ايه، فبحب استخدم الباسورد بتاعتنا. وهنا برضو كلمه ايه؟ باسورد. تمام كده؟ طيب ايه بقى اللي هيحصل؟ انا اصلا مش هبدا الاتصال معاك ولا اتفق معاك على طريقه تشفير ولا طريقه هذا ولا لما اتاكد ان انت ايه؟ ان انت الشخص التراستد موثوق فيه. طب ازاي يا عم نتاكد؟ الله يكرمك ابعت لي الكي اللي عندك وانا هقارنه بالكي اللي عندي واشوف. طيب ممكن ده هو اللي بعت كلمه باسورد اللي يحصل فيها؟ ها؟ هتتسرق. هتقول طب ما نهيشها. نعمل لها ايه يعني لما نبعتها؟ هاشنج. يا اما للان دي 5 يا اما للشارب. صح كده؟ طب ما برضه الطرف اللي في النص ممكن لسه ايه؟ الهاش. يعني هنفترض الهاش ده طلع ام مثلا، بعت لك ايه؟ ممكن واحد تاني يعمل نفسه 30001 ويقول لك خد يا عم ام اهي، ده بص اداك ايه؟ اداك الهاش جاهز، هو مش عارف الكي ايه بس اداك الهاش، يبقى احنا كده ما عملناش حاجه. يبقى حتى ديت حتى البري شيرد كي عرضه للسرقه، سواء هو اتسرق او مين اتسرق، الهاش بتاعه اتسرق. وصلت؟ فسواء هو اتسرق او الهاش بتاعه اتسرق، في الحالتين ممكن واحد يشتغل ويعمل نفسه 30 واحد ويبعت لك داتا ويضحك عليه. انت كده ايه بقى؟ الشخص اللي هتبدا معاه الاتصال اصلا ها وهتتم معاه عمليه التشفير وبقيه الهاشنج كان شخص ايه؟ شخص غلط. فلا ما تقلقش برضه هنحل الايه؟ هنحل الازمه دي. ازاي بقى؟ هنشوف بقى. لازم اشوهك. اي سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى احنا محتاجين نوفر ايه؟ سي اي اي. لو انت فعلا وفرت سي اي اي انت هتبقى في امان. طب في حاجه رابعه ممكن تحصل على الداتا بيسموها ايه بقى؟ ريبلاي اتاك. ريبلاي اتاك. فاحنا محتاجين نوفر انتي ريبلاي اتاك. انتي ريبلاي اتاك. ايه بقى ريبلاي اتاك؟ واحد سرق الداتا. هو كده بيتسرق وكده كده بقى. بص احنا عندنا دلوقتي ثلاث مشاكل. ان ممكن وانا بتفق على طريقه التشفير والكي بتاع التشفير يتسرق. طب لو انا اخترعت لك حاجه تخليني وانا بتفق معاك على طريقه التشفير وفك التشفير ما يتسرقش، يبقى احنا كده تمام ولا مش امان؟ طيب وانا بتفق على الهاش والكي بتاع الهاش ممكن يتسرق. هخترع لك حاجه برضه تامن الاتفاق معاك. وبرضه وانا بعت لك البري شيرد كي وارد الكي اتسرق او الهاش اتسرق. البري شيرد كي ده بيثبت هويتي. وانا بكون في 30 واحد، مفترض 30 واحد ده زي ما هنشوف التربيه العمليه هيبقى راوتر.
و40 واحد اللي هو الطرف الثاني مثلا اللي هو بقى في سايت ثاني او فرع ثاني سيب الاي بي بتاعه كام 40001 ايه اللي يضمن ان اللي جاي لي جاي من 30 واحد بتاعي من الفرع الثاني من الراوتر بتاعي ده مش حد عمل انجكت الداتا وبعتها لي على ان هو 30 واحد لكن مش هو 30 واحد الحقيقي وصلت معايا ولا لا انا برضه مش فاهم ليه مش فاهم كل اللي انا بعته انا ببعته دلوقتي هويه على نفسي انا دلوقتي صح ايوه انا بعته كي وانا غير فلاني وعمل له هاش وكل ده ممكن يتسرق مفيش مشكله انا ببعته اثبات لشخصيتي يعني اثبات لشخصيتي اوثنتيكيشن انا كلمتك في التليفون وانت بتقول ان انت عمر عاطف ايه اللي يثبت نكون انا وانت مصبخه متفقين على كي على كلمه سر تمام كده كلمه السر وكواو تمام اول ما اخبرك في التليفون ها باشمهندس تقول لي كواو يا باشمهندس تمام اكمل كواو ايه بس المشكله ان الكواو دي ممكن تتسرق فواحد بعد شويه يكلمني ويقول لي انا عمر عاطف كواو معايا ولا ايه؟ طب لو انا بقى قلت لك على طريقه تامن كلمه السر واحنا بنتبعتها سوا يبقى كده في امان ولا مش في امان؟ بس في حاجه اثبتت لي ان انت فعلا عمر عاطف ولا مش عمر عاطف؟ لو وصلت لي بقى كلمه السر ده مفيش صحيح تمام؟ طب فين كده؟ انا جاب لي الاسم الصراحه طيب عايزين بقى حاجه توفر ايه؟ انت ايه ريبلاي ممكن واحد بقى يعمل ايه انا كلمت عمرو عاطف وقلت له بقول لك ايه ابعت لي 1,000,000 جنيه فوصلتك زي ما ان احنا اتفقنا مع بعض وواثقين في بعض وكل حاجه تمام وبعدين في واحد سرق المعلومه ديت هو لا فاهم اللي فيها ولا قادر يعدل فيها ولا يعمل فيها اي حاجه هو كل اللي هيعمله ان هو هيعيد ارسالها تاني يعني هي زي ما هي كده انا هنفترض مثلا ان كان 30 واحد دول فروع بنك بيبعت اقول له ايه؟ حط رصيد 100,000 جنيه في حساب اكس فلان من الناس واكس ده راجل غدر فقدر يعمل اتاك واعاد ارسال نفس الرساله زي ما هي بنفس طريقه التشفير وشفر هي هي ما عملش حاجه هو اخذها هي هي وعاد ارسالها ايه؟ ارسالها تاني فكده هيتحط ايه؟ هيتحط في رصيد نفس الشخص ايه كمان 100,000 جنيه تاني وصلت ولا ايه؟ فايه الباي اللي جايه لي دي؟ مش مكرره. ما تعادش ارسالها تاني، حد اخدها وعاد ردها ليا ايه؟ تاج، ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه ريبلاي ليها التاج. عايزين حاجه انتي هذا التاج. دي حلها سهل يعني اخترعوا حاجه اسمها سيكونس نمبر. بينحشر كده جوه الداتا رقم، الرقم ده بيزيد مع كل قطعه داتا انا ببعتها لك. بيزيد فطبعا لو واحد اخد حته من الداتا سي رقمها 100 مثلا وعاد ارسالها تاني انت هتلاقي الحته رقم 100 انا قلت لك ايه؟ طب قلت لك تاني معايا كده وبالتالي مش يعني هتعرف ان هي قطعه ايه؟ قطعه مكرره تمام كده؟ اي سؤال هتقول لي هتقول لي ما هو طب ما هو ممكن يعدل في الرقم ده ما هو المفترض بقى ان داتا ايه؟ متهيشه وموفرين انتجريتي بحيث ان هو لو عدل فيها اعرف ومشفره يعني مش هيطلع منها حاجه اصلا معايا ولا ايه؟ يعني انت لو رجعت الدولة يبقى عمر النفر ما هيعرف يلعب في ايه؟ في ده لو لعب في ده هعرف اي سؤال لحد دلوقتي؟ ها؟ طيب احنا كده شفنا ايه؟ الـ خلاص انا خلصت هنا الكونفيدنشاليتي والانتجريتي والاوثنتيكيشن والانتي ريبلاي هتبقى ايه بقى؟ ممكن وانا بتفق معاك على الكي اللي هنشفر بيه يتسرق. وانا بتفق معاك على الكي اللي هنهيش بيها يتسرق. يبقى احنا ازمتنا دلوقتي في ايه؟ في الاتفاق على الكي. فاخترعوا حاجه اتنين علماء المان كده. واحد اسمه ديفي والتاني اسمه هيلمان. ديفي هيلمان. اخترعوا حاجه اسمها دي في هيلمان جروب ده عباره عن ايه؟ حاجه هقدر من خلالها اتفق معاك على كي وهنتبادل رسائل ما بين بعض ولو حدث انا مش هيفهم منها اي حاجه. تمام كده؟ فانا كده هقدر ان انا اتفق معاك على كي ومهما حد يتصنف علينا مش هيفهم اي حاجه بمعادلات رياضيه معقده. اقول لكم فكرتها؟ نقول فكرتها؟
تمام. بس هي الاساس بتاعها ايه؟ ان احنا هنوصل للاتفاق. احنا محتاجين كيز لايه؟ للانكريبشن وللهاشنج. ايه رايك بقى هنتفق؟ يعني هكلمك في التليفون واقول لك الكي اللي هنشفر بيه كذا والكي اللي هنهيش بيه كذا، ولو حد سالنا مش هيفهم اي حاجه. ازاي؟ تعال اقول لك ازاي. انا مسجلها هنا في الورق، اشرحها لك زي ما مكتوبه في الورق. بس هي اسمها ايه؟ دي في هلمة. تعالوا كده ننقل على الكاميرا نشوف ازاي ده هيحصل. طبعاً احنا كده هنحل ازمه ايه؟ الاندفاع على الكي بتاع التشفير والاندفاع على الكي بتاع الايه؟ لكن هل الاندفاع على طريقه التشفير وطريقه الهاش هتبقى مؤمنه؟ لا، دي مالهاش دعوه. الحته دي هتحل ايه؟ ازمه الاندفاع على ايه؟ على الكيز مش على طريقه التشفير. بصوا بقى وركزوا معايا عشان انا عن نفسي بتلخبط فيه. الطريقه دي مالهاش علاقه بالاوثنتيكيشن يعني. ده لا خالص. دي طريقه هتفق معاك على كي. بص بقى، لو انا عندي طرفين اهو، ده طرف وده طرف، عايزين نتفق مع بعض على ايه؟ على الكيز مختلفه لتشفير الداتا او للهاش. بص بقى، كل لو ده فعلا عنده الدي في هيلمان جروب، ده الدي في هيلمان جروب، يبقى كل واحد عنده حاجه بيسموها جنريتور نمبر وبرايم نمبر. ده عنده حاجه اسمها جنريتور نمبر، حاجه اسمها برايم، وده بيبقى ثابت. يعني حاجه معروفه لاي حد بيستخدم ايه؟ دي في هيلمان جروب. الرقم ده بيبقى رقم كبير. احنا للتسهيل عشان بس نعرف ايه نشرحها هنتخيل مع بعض. ده بيقولوا عليه جي، الجي نمبر والبي نمبر. هنتخيل ان الجي ده كام؟ زي ما انا حاطط في المثال هنا 5. المثال ده انا جايبه من ورق مش مخترعه من دماغي يعني. 3 وايه؟ 23. وده برضه هيبقى عنده ايه؟ الجي 5 والبي كام؟ 23. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب انا افترض ده شخص، ده ار 1 اهو وده ار 2. بصوا بقى ايه اللي هيحصل. انا تاني باكد في الواقع عمل الجي والبي دي ارقام ايه؟ يعني ممكن مثلا يبقى 128 بت، 1024 بت، رقم كبير. حتى الان مفيش اي مشكله. دي ارقام ثابته؟ ارقام ثابته. يعني اي حد في الدنيا يبقى جي ثابت والبي ثابت؟ الجي ثابت والبي ثابت. حتى الان مفيش اي حاجه يعني. بس في حروف ثانيه للجي والبي يعني؟ احنا جايين اهو واحده واحده بقى، خليكم معايا انا بقرا في الورقه واحده عشان ما اتلخبطش انا كمان. طيب ده هيختار لنفسه كي. اي رقم. طبعا الرقم ده في الواقع هيبقى ايه؟ كبير. الرقم ده مثلا ده 6، اختاروا نفسه محدش يعرفه ايه؟ غيره. وده هيختار نفسه رقم مثلا كام؟ 15. ايا كان ما بعتوش حاجه ايه لبعض. في بقى معادله رياضيه، ده هيعملها وده هيعملها. حتى الان مفيش اي تبادل لاي ده حصل. ايه المعادله الرياضيه ديت؟ فين الجي اهو؟ ده الجي 5. قص ايه؟ الرقم اللي هو اختاره لنفسه. قص كام؟ قص 6. وبعدين مد 23. يعني معناها ايه؟ 5 قص 6 اقسمها على 23 اللي هو يعني 23 ده اللي هو البي. يبقى 5 ده اللي هو الجي. قص ايه؟ 6 ده اللي هو الرقم اللي اختاره لايه؟ لنفسه. 5 أس 6 مود 23 معناها ايه؟ يعني اقسم الرقم ده على 23 وهات لي باقي الاسم. باقي الاسم مثلا مش ناتج الاسم؟ لا مش ناتج الاسم. ده معنى مود. يعني لو قسمت مثلا 8 على كام؟ على 6. فيها 1 ويتبقى كام؟ 2. يبقى باقي الاسم كام؟ 2. طب فعلا بص بالكالكوليتر لو حضرتك 5 أس 6 مود 23 الرقم طلع بالظبط 15617 واتبقى 8. يبقى الناتج هنا كام؟ 8. المشكلة لحد دلوقتي؟ تمام؟ ما احنا قلنا عشان ما نطلعوهاش كمان. طب ده هيعمل نفس الكلام. هيقول لي ايه؟ 5 اللي هو الجي
بص كام؟ بص 15 اللي هو الرقم اللي اختاره لنفسه حتى الان لسه ما تبدلوش اي حاجه. ها 5 اس 15 مد ها 23. دي بقى المعادله الرياضيه اللي هم عملوها. هيطلع بقى القسمه كام هنا؟ هيطلع بقى القسمه 19. بس ما حدش من الطرفين عرف حتى الان ما تبدلوش اي حاجه. ولا قال له بعد انا اخترت 6 ولا 15. لا بص بقى ده هيبعت لده ناتج اللي هو كام؟ ما بعتلوش 6، بعتله كام؟ وده هيبعت لده كام؟ 19. معادلات رياضيه معقده دي حاجه اللي يعني لو الهرجه دلوقتي سالت عايزها ايه؟ 8 و19. عايزها 8 و19 يجيب لهم ويشرب ميتهم. ليه بقى؟ هنشوف دلوقتي. تمام؟ ايه اللي هيحصل بقى بعد كده؟ بس عشان الورق ما يتفاضلش. دلوقتي ده هيبقى عنده كام حضرتك؟ عنده 19. وده هيبقى عنده كام؟ 8. بص بقى عملوا معادله ثانيه. المعادله دي هتبقى ايه بقى حضرتك؟ 19 اللي انا خدتها من ايه؟ من جول. قص كام؟ قص الرقم اللي انا اخترته لنفسي. 6. قص 6. اللي ما حدش يعرفه ايه؟ غيري. تمام كده؟ مد 23. عارف هيطلع يعني 19 اس 6 اقسمها على 23 اجيب الناتج. هيطلع كام؟ هيطلع الناتج حضرتك. عارف بقى ده اللي اخد من جاره كام؟ اخد 8. هيعمل ايه حضرتك؟ 8 اللي انا واخدها من مين؟ من جاري. اس كام؟ 15. اللي انا اخترتها لنفسي. مد ها 23. هيطلع حضرتك برضه 2. ازاي؟ معادلات رياضيه. معادلات رياضيه معقده ملناش دعوه عملوها ازاي. فعلا انت جربها هيطلع فعلا الرقم ده زي ما طلع معاك. اذا الكي اللي تم الاتفاق عليه كام؟ 2. اللي هو في الحقيقه بقى ايه بقى؟ هو في الحقيقه ما اتبعتش. ما اتبعتش ده استنتاجات. وبقول لك الارقام اللي بتطلع دي في الحقيقه عباره عن ارقام ايه؟ كبيره. ارقام كبيره يعني ممكن يبقى 1000 بيت مثلا 1024 بيت مثلا او عام. تطلع متشابهه؟ يعني ايه متشابهه؟ الارقام الكبيره دي في ده هيبقى زي كده. ايوه هيطلع 2 و2. شوف ولاد الذين عملوا ايه؟ اذا انا اتفقت مع الراجل دلوقتي اتفقت معاه على ايه؟ ان الكي اللي هنستخدمه 2. بيبدا بقى يعمل ايه؟ 2 ده في الحقيقه مش هو اللي هيستخدم للتشفير ولا للهاشنج. امال ايه؟ هيشتقوا منه كي للتشفير وكي اللي هي هاشنج. بس الاشتقاق ده بناء على ايه؟ معادلة. على لا على الكي. على الكي يعني ايه؟ هو احنا كده زي ما نعمل اكتر من يسر ايه؟ اصل المعادله اللي انا عوضت فيها ده لا ثانيه 8 و19 حلو. لو قلت لي لو سرقهم اكن يشرب منهم ميه. ليه؟ لان انا عشان اوصل للاثنين دي عملت ايه؟ خدت ال 19 اللي جاي الجاري بعتها لي 19. قص كام؟ قص كام ده؟ الرقم اللي قلت لك 6 ده انا ده بتاعي انا اللي انا اخترته لنفسي. محدش يعرفه. ايوه بس انا لو سرقت ايوه لو سرقت ال 8 والبي والبرايم والجنريت والجنريت والجنريت. سؤال 2 دي انا وصلت لها ازاي؟ وصلت لها ازاي 2 دي؟ يعني وصلت لها ازاي؟ يعني 2 دي خدت من الثاني. عباره عن ايه؟ خدت من الثاني ناتج معادله عنده. حلو. اللي هو كام؟ على رقم 19 بالظبط. حد يعرف الرقم 6 ده غيري؟ لا. يبقى ازاي هيوصل 2؟ الخطأ اللي هيسرق 19. ازاي هيجيب من 19 2؟ قول لي انت بقى. لان المعادله دي كان فيها ايه؟ 6. انتوا عارفين ده كده شبه ايه كده؟ كان 6 ده كان يعني برايم كي. وكان 19 اللي جاي اللي بعته لي بابليك كي. و8 اللي انا بعته لجاري باب كي بتاعي انا. وهو عنده مين البرايم الخاص بيه؟ 15. انتوا عارفين ده هيوصلنا ايه؟ مش ده كاني بعمل اسيمتريك حاجه اسيمتريك بشفر بحاجه وبفك التشفير بحاجه. هنا كان دي معادله التشفير وكان دي معادله فك ايه؟ التشفير.
بس اللعبه انا عارف اختيارهم للجي والبي من الاول. لا الجي والبي ده مشهور ومعروف. بس اللعب باختيار الرقم العشوائي ده. الرقم العشوائي ده انا اخترته لنفسي. وده اللي دخل في المعادله. اللي دخل في المعادله محدش يعرفه غيري. ثانيه خالص اللي انا محدش يعرفه غيري. جي دي حاجه ثابته. جي دي حاجه ثابته. حاجه ثابته معروفه لو انت بتستخدم حاجه اسمها دي في الموضوع. حلو. تمام كده؟ هو الدكتور معترض ان هو الهاكر ما عرفش ان ده خط واحد. بص انا بقول لك الاثنين دي انا هصدرها ازاي؟ 19 اللي جاي بعتها لي. قص ايه؟ قص الرقم. قص 6 اللي محدش يعرفها غيري. يعني انت مستحيل تعرف وتجيب 2 الا اذا عرفت ايه؟ 6. وهنا مستحيل توصل ل 2 الا اذا عرفت كام؟ 15. 15. جاب ما اتبعتتش اساسا في السكه. ما اتبعتتش لو 15 اتبعتت ولا الستة اتبعتت. هي بقى العبقريه في ايه؟ في اختراع الايكويشن. ان انا لما اعمل 5 اس الرقم بتاعي البرايفت اللي محدش يعرفه غيري واجيب ناتج القسمه بتاع 23 على 23 ويطلع لي رقم وابعته لدوري وهو يستخدمه مع الرقم اللي عنده يديله نفس ليها. وصلت؟ يعني شايف العبقريه في اختراع المعادله نفسها. انت بتقول ان تعريف المعادله، لكن انا لو هو سرق البرفكت كي هيعرف يجيب البرفكت كي ازاي؟ انا الفي كي اللي مش عايز حد يعرفه. الكي اللي هي نواتج المعادله دي اللي هي 2. سؤال بقى، انا هسالك سؤال. 2 دي انا جبتها منين؟ عارفها. انا فاهم. 19 اس كام؟ اس 6. 6 دي حد يعرفها غيري؟ تمام. ايه الهاكر دلوقتي سرق 8 وسرق 19، قول لي هيجيب 2 منين؟ هو عشان يوصل ل 2 في المعادله دي لازم يعرف. لا 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 لا. وفي المعادله دي لازم يعرف 15. لو سرق 8 و19 حلو. 8 هيبقى المعادلات هيقدر يجيب 6. ازاي؟ ليه؟ ما هي اصلا معادله ثابته، ثابتين اللي هو جي وبي وطبعوا معادله. طبعا هو هيركز على المعادله اساسا اللي فيها المعادله. مش هيبقى ثابته. ما هي السته من الارقام دي بقت اسم. بقت اسم. بقت اسم بتاعت ارقام كبيره. ايوه باقي اللي هو هينفع يطلع الباقي 8 في اي حاجه. هينفع يطلع 19. ها مين دي في مادتنا؟ مش ناتج. لا مش ناتج دي معينه. ها اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب الدي في هيلمان جروب ديت في منها انواع. العادي الناس بتاكل زي ما تمام. خدوا بالكم احنا الرقم اللي وصلنا له هي 2 صح كده؟ الدي في هيلمان جروب لو انت هتستخدم جروب 1 بعد ما بيتكلم الكي اللي هيطلع في الاخر اللي هو شبه 2 هنا ده هيبقى 768 بيت. تمام كده؟ جروب 2 بيقدروا يتفقوا على بيت حجمه اكبر. ساعات بيبقى فيه انكريبشن بروتوكولز زي مثلا الاي اي اس مثلا، في منه انواع 256 بيت. فلو انت عايز تستخدم انكريبشن بروتوكولز او هاشنج تحتاج كي حجمه كبير فبتزود في الدي في هيلمان جروب. دي في هيلمان جروب اخرهم يتفقوا على كي اخره كام؟ 1536. هنا اخره كام؟ 1024 كي. هنا اخره كام؟ 768. اذا خلي بالكم احنا لازم برضو نتفق في البدايه على الدي في هيلمان فيرجن او الجروب اللي هنتبعها هيتم استخدامها ما بيننا عشان نتفق من خلالها على ايه؟ على الكيز اللي هنشفر ايه؟ بيها او هنهيش ايه؟ هنهيش بيها. وصلت؟ الموضوع هيعقد لسه. اقول لكم الاي بي سك ده من اصعب المواضيع في الكورس كله. لسه في تعقيد اكتر. معايا ولا ايه؟ ها؟ هم في البدايه بيقولوا ان انا لازم يتفقوا مع بعض. دي بتتقال بقى. اولا على طريقه الهاشنج وطريقه الانكريبشن. ونوع الدي في هيلمان جروب اللي هنستخدمها هو ولا تو ولا ايه بالظبط؟ معايا؟ مش هيقلقني في حاجه. مش هيقلقني في حاجه. لا هو ما تقلقش. وحتى لو ده اتسرق هقول لك على طريقه ما يبقاش عارف الهاكر كمان ايه الطرق اللي هنستخدمها. حتى اعرفه ايه مش بقى. انا برضو مش عايز اسيب ثغره في السكيورتي يا عم خالص. يعني انا مش عايزه لا يعرف طريقه التشفير ولا يعرف انا استخدمت ايه ولا طريقه الهاش ولا اي حاجه. تمام كده؟ طيب احنا محتاجين بال ايه بقى احنا عشان نعقد الدنيا اكتر؟ الدي في هيلمان جروب دي بقدر اظبط فيها حاجه اسمها لايف تايم. يعني ايه؟ مش احنا اتفقنا اثناء فتح اتصالنا بينا على كيس هنستخدمها لتشفير الداتا وتهيش الداتا؟ ها؟ ايه رايك بقى مثلا كل 24 ساعة لو الاتصال ما بيني وما بينك مكتوب نعيد العملية دي تاني نتفق على كيس جديد. ما تقلقش اثناء اعادة العملية دي الداتا اللي بتتبعت بينا مش هتقع. لان هو ما بيستخدمش كيس جديدة
الا لما يعني ما بيلغيش القديمه الا لما يتفق على الجديده تمام 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 وبعدين يحول عليها على الجديده على طول. يعني حتى الكيز اللي احنا بنستخدمها لو واحد عمال يحاول ويجرب جميع احتمالات الكيز عقبال ما يفهم ان احنا جددنا الايه الكيز اللي يعني الكيز بيسموها يا بص رينيوبل كيز فور افري سيشن. يعني كل ما يتفتح سيشن ما بين مين مثلا 30 واحد و40 واحد ايه اللي بيحصل في الكيز دي بيتفق عليها من جديد كل سيشن. وحتى جوه السيشن الواحده كل مده نجدد هذه الكيز. يعني مثلا الديفولت لما نيجي ان شاء الله نعمل اعداد على الراوترات عشان نستخدم موضوع السكيورتي ده الديفولت 24 ساعه هي بتبقى انا بختار رقم الله يفتح عليه من جديد من جديد فور مور سكيورتي. بس الديفولت ايه لو لما نيجي ان شاء الله نعمل كونفيجريشن هنلاقي ان الديفولت 24 اور. بس احنا لما بنيجي نعملها كونفيجريشن لو انت عايز تعدل فيها تحسبها للثواني فتطلع كام 86400 سكند. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب نوقف بقى الفيديو ده على كده ونرجع نكمل. هذا النصايه طب خمس دقايق